السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بانر لورد مود جيم اوف ثرونز. شكرا على كومنتاتكم ودعمكم في هذه السلسلة، راح اقرا كومنتين على السريع. مثل ما تشوفون في الخلفية تم اعلان الحرب علينا من قبل نفس المملكة اللي هاجمناهم في الحلقة الماضية وباقيت لهم مدينة واحدة، وباذن الله راح تكون اول مدينة لي في هذه اللعبة. الكومنت من سيف الاسلام يقول لي فكرة حلوة، لكن على الاقل اجمع قلاع، طالب القلاع التي تفتحها، ابشرك راح تكون مدينة هالمرة، وبعد ما تجمع مليون احتفظ بالقلاع واطلع منهم وسوي هدنة، لكن راح تنقص علاقتك معهم اذا قدرت بعد ما صرت نبيل واقسمت. هذه الشغلة اللي كنت خايف منها، اني لو انسحبت من الدثراكي راح يعلنون علي الحرب، لكن ان شاء الله راح نحل المشكلة وديا. شكرا على نصايحكم والكومنتات كلها، من ضمنها اذا تبي تصير قوي في البو لازم انك تستخدمه فوق الخيل، ان شاء الله بركز عليه فوق الخيل. وفي كومنت حاربي اللي فوق خذ مدينتهم عشان والله هم اللي حاربوني. طبعا مثل ما شفتوا يا شباب اللقطة، جمعت الجيوش على السريع وجيت احتل المدينة الأخيرة. طبعا أنا جمعتهم أول ما أعلنوا الحرب عشان لا يسبقوني وياخذون علي المدينة. في شغلة انتبهتوا لها يمكن، أنا فيه فاير باليستا، هذا ما كان موجود من قبل، بخلي الشغلات الجديدة كلها النيران. صراحة أنا تمنيت أنهم يلغون هذا الشيء في الإصدارات الأخيرة، خلاص أنا ما يحتاج أن تبني وتتحبس وتخفي عشان لا يتدمر من الباليستا المدافع، يعني تحسها شغلة صراحة غريبة. شوف 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 الصواريخ وهي جاية 827 و831 lead and assault، توكلنا على الله. طبعا لا ننسى انهم ما عندهم دروع ولا عندهم شيء، شفناهم في الحلقة الماضية ضعاف جدا. غير كذا الميت جندي اللي عندي كلهم مطورين تقريبا من تير 3 و4 و5 و6، ومثل ما قال اخونا سيف الاسلام دامني بطلع منهم بيحاربوني، خلنا استغل جيشهم في مساعدتي وتقليل الخسائر في احتلال مدينة او قلعة. اول شيء نعطي القائد النايت كينج اسمه، هنا راح نبدله رجع نفس مكان، ورمات الاسهم نعطيها مين؟ جيمي لانستر. وكل واحد فولو كوماند، اتبعوا اوامرهم وتوكلنا على الله. انا عندي استعراض، قبل كل شيء عندي استعراض، وبنحاول مثل ما قال اخونا في الكومنت ان نطور رمات رمي الاسهم عن طريق ان نستخدمها فوق الخيل. وين هذا؟ هذا هو، لسه الجيش ما وصل له. أول واحدة مشحونة ناخذها سريع سريع. طير هذا التوجيه، ايش تبغى؟ ايوه والله صبته صح، بس ما طيحت احد ولا ما ادري، انا على بالي انه بيولعه ولا شيء. شوف وين ليه، طيب انا حاط هناك، خلنا بديهم من اليسار لليمين عشان الخيل يوم ترمي لليمين شوف ما يقدر، عرفت؟ فلازم انك تكون على اليسار لان ماسك البوع على اليسار. السلام عليكم، يا هلا برجال، يا هلا والله، يا مرحبا ومسهلا، يا حيهم لكم وحشه والله. ما في هلمت، خلص الهلمت عليكم. لا لا والله هذا المدرعين، لا ترمي علي ربعي. شوف الشوك، مشيت عليه بالخير يدمجك على طول. السلام عليكم، خلنا نصفط الموتر هنا، لسه ما وصل الدرج، والله ما وصل الدرج، سالفة طويلة. طيب يا هلا والله برجال، هذا لنا شورت بو. لا 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 خير، تكفى لا تروح. سحب على ابو جدي، فلازم انك ترفع. وات، شلون طالع من الجدار انت؟ ما اقدر اصوب عليه، ارجع ارجع بس. خرب بيته، نافذة صغيرة. شو 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 شوف الوسخ. وات، شلون ما جا فيه؟ على بالي سهمي ما يوصل له، انا انكشفت على اليمين. شايفك يا وسخ، شايفك. شوف سحبوا عليه، هذا اللي بيكسر باب، لازم انه يركض بهذا الاتجاه. يا ليل ما طولك، طيب الدرج هنا الجهة اليمين وصل، وهناك تقريبا وصلوا الرجال، طلعوا. يا سلام حطوا لي الدرج، يلا اطلعوا. كم من واحد قدامي يروح قدام الملك، تعرف يعني لازم يصير الملك يطلع اول واحد. خلاص اعطوني مجال، اعطوني مجال يا هو. والله ربطة الشعر هذه حيلة عجبتني والله. عليهم عليهم، اي اخلط
طبعا احنا وضعيه ليش غدره. اوف 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 الدمج. ضربه واحده صراحه غيرت الحسبه كلها. يا ليش ني جاي بالرمح. لا 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 هل في ليك كذا؟ السلام عليكم. بطلع فوق بحصل لي اثنين رمات اسهم. لا لا توقعت اثنين ما توقعت مليون الف كلب هنا. يا الربع وش الدمج هذا؟ انا لابس درع ولا ما انا بلابس؟ الحرب منتهية يا شباب. طيب كم خسائر عندي في البارتي؟ خسائرنا كلنا 300، البارتي حقي 21 ولا شيء. جميل انستر 51، واحد ما اتمنى كثير والله. ما حد قال يتهور. باقي 61، سوي له سنتروب. اصلا ما عندي خيار ثاني لاني مت. تسخين يا شباب تسخين. وناخذ اول مدينة بنعوض تروب من هنا بريزنرز. نسوي لهم فرز، هذول كلهم تير 5، هنا تير 4. الغنايم بناخذ الخيول والاسلحة والاكل. الرحمة. شو ميرسي، ما يبي لها كلام. طالب بساث، اكيد طالب بساث، خلاص حقتي، ما تدخل تصويت. الحين نروح الكيب. اوه الجريسون والله في له 86، انا على بالي المدينة بتكون صفر. يعني هذول المدافعين داخل القلعة، او المدينة عفوا، فشي طيب. ولا يا جميل انستر قبل شوي 100 الحين 28. باقي الفرقعات الصغيرة هذه نطيرها على السريع. افضل شيء اني افك التماسك، ما باقي لهم اي مدينة ثانية. قصدي بفك الارمي بحيث انهم يتفرقعون، بس بسحب جميل انستر. كيف 115 رجال قبل شوي اشوفه مدري كم 38. اها مصابين عنده. انا ليش منحاس من هذا؟ خلنا نشوف دخل المدينة هذه. ساعه تجيب لي 1500. عسل عسل يا عسل والله يا عسل. دخل الحين بلس 4300. طيب يعني مسألة وقت كذا واوصل مليون واسحب على ابو جدهم. بحاول اجمع هذول الصغار، بسوي لكم سكيب لانهم يعني صراحة ما يستاهلون انكم تشوفون معاركهم. ايش السالفة؟ ميد بيس ما بداري والله اتكلم. بجمع جيش مرة ثانية بالكمباني اللي عندي واوجه للمدينة الثانية اللي شاورتكم فيها. يا اخي انا عشان ما الحسكم معلش خلي الكاميرا كذا، نتعود على كذا من بداية السلسلة. دثراكي على اليمين وكذا الماب هذا ما كانوا لهم بنفسجي ولا كان ازرق. في احد احتلهم يعني. الدور نحتلوهم. يا ولد سريع سريع هنا الاحتلالات. الدور جاء هنا والتارجاريان راحوا هناك على اليسار وصلوا هنا. ذا فيل 6100. النايت ووتش 1000. قبل شوي النايت ووتش شفتهم يحاربون ذا نورث، وهذا الشيء صراحة مش يعني شيء غريب. يعني في المسلسل حبايب. ريفرلاند اوف 18000 ايش؟ اوه الايرون الايرون عندهم مدينة ما عندهم مدينة برا اللعبة. ذا نورث 12000 يا ولد. الوست 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 مش طبيعي. 9000 فري فولك. ابي اشوف واحد كذا معه مدينة نفس هذا. الوراث فري هاوسز برضه يعتمد على الموقع الاستراتيجي. هذا اللي برا. برافوس يا ولد كثير هذا، خلنا نسجلهم. نورفس برضه مودعين 2800. منتس 4000. كهور كهور ودعوا. مير ودعوا. اوف من الهدية هذا في حرب مع الاثنين. يا حبيبي هذا مدينته بتودع بعد شوي. وجياك ليج برضه ودع. طيب عندنا خيارات الحين واضحة. اول شيء نورفس وبرافوس ولوراث. لوراث هذه راحت تعتبر من ذا فيل. اها يعني هذا يجيب لي مدنهم من قبل لا يتم احتلالهم. كذا مشكلة. طيب لو هجمت عليها الحين ذا فيل برضو بيعلنون الحرب علي. يعني المفروض انه خلاص يكون مدن صفر. في شيء غريب. في بعض الممالك يقول لي صفر وبعضها لا. اتوقع افضل خيار اللي هو نارفوس احاربهم. لازم اني احتل قبل الوست يحتلهم. تخيلوا الوست يدخل لي هنا. خرب بيته بيأذيني. طيب مملكتي العزيزة وش رايكم نعلن الحرب ضد نارفوس؟ نشوف التصويت كم النسبة؟ 0%. لماذا؟ أتوقع قبل شوي التصويت سيء بسبب أنه توهم طالعين من الحرب ويحتاجون أنهم يعني يجلسون فترة بريك كذا. يا سلام تجنيد من نارفوس اللي راح نحتلها بعد شوي. إن شاء الله أن هذا يجند معي. 119 شوف
Wait for some time. اي والله جند. حلو. عسى ما خلصت الجنود علي، لا ما زال موجود. الخير كثير. تايرون لانستر ان شاء الله يا رب انه جهز الجيش. 60 رجال جاب، اوكي اقدر استدعيه، هذا اللي يهمني. نطلع الحين. لا والله اوف 9277 يا الهي، وين اقوى دخل جاي لي؟ 1500 من ساث. لا والله انتظر، من يبيع الفلوس هذه ويروح ينشل المملكه ويسحب عليهم الحين؟ ممكن اخذ لي مدينه بعد زياده. انا حاليا هذا وفيه قلعه صغيره هذه تشوفونها يعني جنب بعض، فاحتاج مدينه كذا. بحاول اخذ ناربس قبل هذه. والله ما فرقت نفس المسافه. ترى لانستر جاي لي. تارجارين كم وصلوا؟ 7000 ولا؟ ان شاء الله انهم يعلنون الحرب ضد تارجارين ونضعف منهم. اتوقع اقوى شيء حاليا في المنطقه هذه. عندنا ناربوس وعندنا البيض. البيض هذا لمين؟ فولنتس. 5000 والله اقوياء، هذا لا اقوياء. ف قدم الوقت، حرك حرك الوقت. والله انا صادق اللي قبل شوي اعطاني نصيحه البو على طول تطوير يوم استخدمته فوق الخيل وقتلت لي يمكن 3 أو 5 جنود، او اني انقص من فقدان الدقه اثناء الرمي فوق الخيل. بارتي سايز والله باخذ هذه. البارتي سايز اقدر اجيبها بالستيورد. فوت ديكلير وور اون بنتس. يا سلام عليكم. كلهم يس طبعا. اعطيهم 20. حلو، هذا يرخص لي الله يرحم يوم كنا شو اسمه مرتزقة. الحين بعد ما انشأ المملكة بعد شوي راح اقدر استدعي مرتزقة ب 20% تخفيضات. واو نار قريبين. هذا البنتس، هذه قرية، هذه كسل. على طول جمع جيش. تكفى لا تقول سبقني. نير باي نير باي. تكفى وين نير باي؟ ديستنس. اقرب شيء عندي الرجال هذا، لجيبهم. اوكي اخذ القلعه هذه. كم قوتهم ما شيكت؟ بنتس اوه 4000، جميل جدا. والله يا شباب صراحه بعيده من المدينه حقي المدينتين هذه، بس ما يمنع. انا الجزيره هذه كلها لازم اسيطر عليها. 200 ديفندر، هذا لو دخل مع هذا المصيبه، فخلنا نحاول نصيده. بنحاش. وفي 100 هناك، اجل خلنا بسيج. ال 200 بيتحدون بسرعة يا القريبين، حتى لو اتحدوا. طبعا الحين معاملة ثانية خلاص، هذا اللي معاهم دروع وأقوياء، ما ينفع درع مدرع اللي قبل شوي. ايوه حرب ثانية. من هذا؟ براثيون. ستورم لاندز ديكلير وور اون دك. يا الهي يا الهي، مين الدثراك يا شباب؟ تعرفون الدثراك؟ ما نعرفهم احنا. والله القلعة هذه ما بيخلوا لي اياها، باخذ القلعة بنحاش. منتظرين 87 هذه. والله بيمديهم. طيب انا ارويك جيشي يمكن انه قريب. اشوفهم يتجمعون قدامي ليه؟ بنتظر الجيش يتجمع. صادوني. خلنا نشوف ايش يصير معنا. هذا اختبار لقوة الناربوس. عددهم 400 وحنا 370. احنا في وضعية الهجوم. اوف مرة قريبين هذا. خلنا نشوف جيشهم. جيشهم اغلبه مشاه، وراهم رمات اسهم. اوكي بنحاول نتخلص من الخيالة بعدها. هذا ان شاء الله ايزي. خيالتهم اللي متخوف منهم صراحة. شوف دروعهم، والله دروعهم كويسة، دروعهم كويسة، بس رمات الاسهم ضعيفين. والله ضعيفين صراحة، يبينون ضعيفين. فوتمان شيلد وول. رمات الاسهم تفرقوا والخيالة تبعوني. رمات الاسهم ابيهم هناك يا اخي. هذه الحرب تدري وشلون؟ هذه الحرب مفروض انا ما اشارك، مفروض اني اصفط هنا وامسك الكاميرا كذا. ايوه خيال. الحين السيوف بيساعدون ال هذا. رماة الاسهم ما اريدهم قدام. هذا اللي بالسيوف. هذا اللي هجمه. اوه في احد يرمي علي. اوه شت
انا مش جابني هنا والله. سلم اهم شيء رمات الاسهم في عملاق الحالة جالس انا. نسيت ما اقول لكم العمالقة جبت لي اثنين زيادة شل الراية يشينها. افا عملاق واحد طاح. ايه والله انه طاح. ونعطيها سهم الانتصار جاي انت 14 كم 25 رينا والانفلونس 40. شرف شرف يا هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا ويا هلا ومرحبا. نعوض خسائرنا برمات الاسهم هذول جيبهم كلهم يا رجال. طيب الحين صفيناهم اروح ناخذ القلعه. القلعة فيها 200 والجيش جاي اللي شوف هذا لهم بالشفاف كذا لونهم. وفي 73 هنا بارتي بيتجمعون حولي مرة ثانية. يلا ما عليه. هنا 260 هذا بيطالع بس اهم شيء انه ما يدخل على ال 260 اللي هنا. بحاول اني احرص المنطقة بس وانتظر الهيل اوصل 100. ايوه جو رجال بس خلاص دام وصلوا ما يحتاج حتى انتظر الهيل. الهيل بيرتفع مع البيسيج. يا هلا يا هلا بالمشاركات يا هلا. 500 وهم 200 ايزي بيزي. هالمعركة ما يحتاج استعراضكم. باركولي على القلعة الجديدة لانها بتكون ايش بتكون سنتروب شيء اكيد يعني. واقف يناظر. اوه لا رجال مجمعين والله. خلنا ناخذ القلعة وبعدين نكون في وضعية دفاع افضل. عددهم كبير بيتجاوزنا. هنا تقريبا 500 وهنا 100 و100 بيوصلون 700. دام السالفة كذا عطها ليد اسلت. نحاول ننقص قدر الامكان. باقي 1000 اكثر من 1000 جندي للدثراكي البقية. ليه احس نارفس مدري شو اسمه ماذا بيتروس منشغلين فيني. كأن ما في ارمي ثاني مسويه الدثراكي. مالكم بالطويلة يا شباب. اخذناهم على السريع بس في شغلة مش فاهمها. التروبز اللي ياخذهم بعد ما اخذت القلعة هل هذا اللي كانوا بريزنر؟ اتوقع لانه كيف يتحولون تروبز على طول اقدر اشلهم لان خصمي يتحول الى سجناء. فهذا التفسير الوحيد صراحة اتوقع. نفس الشيء شو ميرسي وناخذها. خليني بروح الدنجن سريع سريع قبل انسى واحط الجميل هذا داخل السجن عشان ايش ما ينحاش. بعد ما احطه في السجن ممكن ان تجيني طلبات بفلوس يفكونه. شو الحين بيهجمون هذا؟ لا كم مننا 350 و170 مصاب. انتظرونا بس شويه نهيل يعني حبتين. اوف اوف 600 وراحوا. طيب ما همني اخذت القلعه انا. راحوا بهذا الاتجاه انا بهاجم هذا الاتجاه. كالبونو ارمي 1000 لا بروح بساعده ناخذ المدينه هذه او بروح قبله. بسيج بس مش مكتوب نيرفس ترافلينج تو جوهيان دروهي. وين هذه؟ بحاول امشي جنبه قريب منه قبل يسوي بسيج اسبقه. 600 وشاردين. المصيبه مش هنا المصيبه الحين احنا فاتحين جهتين. ستورملاند يحاربون برضه الدورن ما خاب ظني. لا يحاربون الوست يعني تقريبا الوست احسه صار حليف لي. اللي احنا نحاربه هم يحاربونه بس 10000 كثير. بنتس شبه منتهيه. طيب ما يمدي اقول لكم بروبوز مثلا سبورت 0% ندفع لهم 2000 ولا شيء بس يفكونا من شرهم هالفتره لين ما اخلص من بنتس. ستورم بعيد شو ستورم لاند هنا. المهم خلنا نشوف كالبونو نمشي جنب الجيش بحيث انه ندعمه لو حد هجم عليه. مع اني انا مستغرب للامانه دروهي. خلنا نبحث طيب على دروهي. ايوه يا اخي الموسوعة هذه رهيبة. دروهي هذه بالاحمر جاب لي اياها. اوه تابع لمين هذه؟ برضو بنتس. والله تبشر. نسبقه عشان
اخذها. كم جندي فيها؟ 300 مدافع يا رجال خلها، انا طالبك ما تجي يا رجال، لا تجي خلهم علي. حط جميع مصادر الدخول القوي. 338، احنا 1000 سنتروب يا رجال، سنتروب ولا وتشلها لك وتاخذ تروبز بعد. ابو الفله يا شباب. شو ميرسي كليم. في سؤال صراحه في بالي الحين يوم احط المساجين هنا، هل ممكن انهم يجندونهم بعدين؟ يا ريت اللي يعرف يخبرني. اوه مساجين فل هنا. من هذه مسجونه من ربعنا حطوها الحين في السجن. اوكي منهم وفيهم صادوها وسجنوها في نفس المدينة. ريليشن شيب، ايش السالفة؟ ليه زعلانين؟ وش سوينا احنا؟ سجن ما يتحمل سالب 120، وشلون هذا سالب 120؟ خلنا ناخذ بس اقوى شيء فيهم عشان لا يروحون. اوف عندي 88 تطويرة. دقيقة وين رحت؟ شيل طور. معنوية مرتفعة وتطويرات جاهزة، والمساجين 5 يبون ينضمون. يا مرحبا بكم. غريبة 148 مش بالأحمر، شكله توسع عندي البارتي سايز. يمديني أشيل 165. الله أكبر الستيورد، أو يمكن هذا اللي مطورتهم الشارم ولا إنكريس ريناو 50%. الله أكبر من المعارك اللي يفوز فيها. طبعا هذا يطور لي التير حق الكلان، أو تير 3 وفوق ما ينسحبون من المعارك. طبعا إذا طاحت المعنوية ينسحبون على طول. أنا دائما أموت فخلني أحط التير 3. وهنا تطوير في المدسن، هنا يسرعنا أثناء ما نكون مصابين، شيء جميل. وين وجهتكم يا رجال؟ وجهتهم thinking يفكر يحتل إيش؟ قال وين نسبق وانتد؟ كل ما قررنا نروح مكان سبقنا. طيب هذه قريبة ما يبي لها تفكير يا صاحبي، شو رأيك؟ رجع داخل. أوه التماسك من زمان منه تماسك. إذا خلص هذا الجيش يتفكك، ياخذ من الانفلونس طبعا. وين تبي؟ بترولينج اراوند، يبيني انشغل ويروح ويحتل المدينة. اعرف حركاتك. خلنا نشوف بس، نشيك على السريع كم في مدينة قريبة منا. لا ابى اشيك كم الدفاعات هنا، يمكن اقدر اشيلها لحالي. 800 مقامرة، بس هذه مش البنتس اتوقع. الا والله البنتس. وين رايح هناك؟ ما في خصم هنا، 1000 جندي جالس يتمشى فيه. ديستنس نير باي، كلهم شايلهم. طيب نشيك على هذه بنتس كم فيها، مع ان هذه افضل لي قريبة من القلعة. هذه شيك على السريع يمكن يغير رايه ويجي. هنا 900 يا رجال، نشل ابوهم الاثنين. ما عليه، يا رب انه يتفكك الارمي هذا. اسحب لي بس 100 منها. هو احتمال انه ايوه والله انا بغيت احتمال انه يدافع. هذا اللي ما حسبنا حسابه، يرجعون مدينتهم. فاكشن ما ادري ايش دثراكي ورد، يبونه يطلع من الحكم. في تمرد عليه الظاهر. يا بعد شبدي والله، يا مرحبا، ما حد مصاب عندي، الامور طيبه. خل معركه بس تيجي في النهار عشان ارويكم شويه لقطات بصراحه قبل يحتلون المدينه. اشرقي يا شمس الحر. اتوقع الوضع صباح الحين. يا هلا ومرحبا، يا مرحبا ومسهلا. يسألها سمعت ان عندك مشكلة تبغيني احلها. سلندر اردا يا بعد شبدي، هذه لا تكون تابعة للجيش الثاني مش المملكة اللي نحاربها. لا بنتس، لين الحين هذلاك ما هجموا على فكرة، فرصتنا ننهيهم. طيب هم في وضعية هجوم لانهم هم في الاساس كانوا الهاجمين. اسويها سنتروب؟ لا والله 300 و500، خلنا اتاك. ويلا على بابك يا كريم. اسمع الطريق علي لها جمال انستر ماسك الراية خيالة. 28 اوه وصلت بسرعة والله، خربيته. هيد شوت كم؟ 2 دمج يا اخي، ايش الاستهبال هذا؟ سوين حركة ال هذا الحركة ايش تسوي لها؟ تسحب شو اسمه، تجي من وراهم. اسحب الخيالة لما يوصلون جنودي، اعطيهم كذا من وراهم. السلام عليكم.
هذه الدفعة الثانية وصلت. يجونهم خيال الحين طيارة يشقونهم من الجنب. شرف شرف انت وياه شرف. وين هاللي قبل شوي هذي؟ ايوه اللي بتسأم اللي قبل شوي صارت. Thank you for your help stranger. What؟ دقيقة يا شباب في شيء غلط هنا. Vessel of Dorne كانوا يجلدون هذا. ايش دخلني هنا؟ هذا كان يهجم على قلعتي يا شباب. ليكون دفعت على شيء ثاني بالغلط. و thank you. مين انتم؟ هذه حقتي ولا لا يا شباب؟ ما ادري انا اللي حاس مخي. كانت في علامات انه فيه قصف شو اسمه ذا الحصار. اي ظهر هذا لما يتحولون الى جنود اتوقع. اللي عاوز يطور جيشي صار جدا قوي والله. يقول لك كورير اوكي يبغى السلام من ثيقة. من هذا ثيقة فريدم اللي هو البنية. هذه البنية اللي مسكتها يمكن من بنتوس. لو ضغطت على هذا على طول بيكون في إعلان سلام. غالب أنهم كلهم المجلس الوطني هذا يبون السلام. لكن باقي عندهم مدينتين. هذه حرام والله حرام. أنا بنتظر. هذا شكلها جاي بترولينج أراوند سيغولينا. ما أدري سيغولينا هذه تهمها كثير. يهايط قدام بنية في هذه القرية. ما أدري ليش يفرفر دائما هنا. هنا الدفاع 865 صراحة مجازفة. أنا ودي أخذ أكثر من مدينة. إذا فزت بفوز بطلع بعشر جنود معي باقي. الدخل 7000 لكن هذا المشكلة ما تقدر تصبر كثير. أيوة جاهم دعم. ما ينفعش والله ما ينفعش. ما أتفكك الجيش. أي والله تفكك الجيش. كم والله عندي كفاية 1300 1300 لكن يحتاجون تماسك قوي مرة. خل هذا باقي للتماسك. يا رجال تعال تعالوا الحين وأحلى بسيج. في 105 في حرب طاحنة بتصير. في حرب طاحنة لكن كل الانفلونس حقي بخسره. 55 100 جندي. تعال وين رايحين هذا المعرف. أنا خوفي بس المدن حقي يهاجمونها. لا ما زالت أمورها طيبة. 53 حتى يطلعوا. أسرع يا رجال أسرع. شوف التماسك نزل على طول. من هذا الأبيض إيش سوينا؟ وات 1200 جندي دورن. ليه يكونوا يحاربون دورن؟ اي والله يحاربون الدورن. هم بياخذون المدينه علي. المشكله لاجيه تاخذ ويحرقون. هذه تابعت لها ثلاث شو اسمه. كويسه يا اخي يمديني اسبقهم اصلا. هم بيسبقوني الدورن سبقوني. تكفى اسرع انا انا اسرع انا اسرع انا اسرع. اي والله انا اسرع. بس لو سويت بسيج ان شاء الله انهم قريبين اللي حولي. اي شوف انسحبوا والله كانوا يبونها. خلوهم علي بس تعالوا عززوا لي. طيب هولي شيت انا بنجلد. هذا ما بيدخل مستحيل يدخل. بس اني طردت هذاك وبسوي ليف. بس ما راح اخلي 300 يدخلون. اجمع. وات جايين واحد و وين اتلتفوا هذيلا ابو المسخرة. ليتني خليت الدور نشلونها. مين هذا ايش يريد؟ جايين على واحد واحد. اوه شت 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 شت. خلنا نصيد 300. كلهم بينضمون دفاعات. تشتت انا والله تشتت. وين الالف الرجال؟ 739 وهم 600. هذه فرصتي. امنع اي احد يدخل. تماسك بيروح الفاضي. ابيه يوصلني للمدينة الثانية بعدين. خلني بهجم بال 788. بيسيج. انفلونس مخلص عندي. مستحيل اقدر اصمل للمدينة الثانية. طيب بنيت قدرت ابني هذا الثلاث. والله يمديني احط الرابع بس اتوقع كفاية. اوه 1100 صرنا. حلو حلو. بس التماسك 45 خلاص ما بيمديني اوصل للمدينة هذيك.
فولو يور سيرجنت وتوكلنا على الله. القيادة عند الوحوش كالعادة. احنا بناخذ لفة من اليسار لليمين. والله القلعة جميلة جدا. يا رجل شلداتهم من قوها اجيب اهد قبل شوي ما يموت. هذا مرة بعيد بس جبناه. والله مرة بعيد. يا السلام يا السلام. الأسهم خلصت والدرج لسه ما وصل. وشلون تسلق كذا؟ اوكي بعدين يستح هذا فوق. يلا كالعادة انسى اجيب الشيلد معي يوم تطلع من مكان نفس هذا. قسمتهم شوية. قريت معي شو اسمه هذاك. شيت وين ربعي؟ الله يخرب بيت القيادة الوسخة. بعرف جيش ايش سو. احس اللي غادر في التيم بس ما انا بقادر اسوي شيء. لا تطرق اسهم. تعرف السيوف. ايوه سيف يضرب في الجدار. من هذا اللي يرميني بالاسهم؟ الله يخرب بيتك. لا 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 لا, لا, لا. الا الاسهم الا الاسهم يا الذين. النحشه النحشه. يا اخي المعركه هذه غريبه ورب الكعبه. جيشي مش قادر يدخل من هنا. مستحيل نخسر. قدم المعركة وفكني. أبعرف الجيش وينه. توهم يطلعون. معركة ترفع الضغط. شوف الحين طلعوا في السلالم هناك. لا حول ولا قوة بالله. مسحوهم بعد ايش؟ خسائر فادحة والله. الدفاعات في المدينة جدا صعب. اكثر واحد 10 كلات ما سوى شيء. من البارتي حقي 7 وهنا 17. 216 واحد مات. تخيلوا كنت طمعان نروح المدينة اللي بعدها. باقي 600 و300 مصاب. يعني 29 سنتروب. هل هي 1%؟ شو ميرسي وكليم. دقيقة بشيك إذا يمدينا نروح إلى هناك. سكند عملاق هذا تاجر ثاني فمسميهم عملاق واحد عملاق اثنين. تماسك هذا ما أتوقع أنه يوصلني إلى بنتس. وإذا مشيت عادي يرجعون هذه لأن ما فيها دفاعات. ولا مدينة أشوف كم دفاع هنا. عادي أنصدم أنهم واصلين 1000 وشي. ومجرد ما أوصل لهناك صدقون التماسك ما راح يكون كافي. خلينا نجرب يا أخي.
امشي بشويش. وات بالسالب عندي التماسك الانفلونس. لا والله كذا ما يمدي. مسكن 15 تكفى اصبر شويه. فكك ابوهم خلهم يتصيدون الحلوين. جميل انستر بسمعي تايرون 48 ما اقدر اجيبه. خرب بيتكم يا كلاب. كرييتد ارمي من هذا كرييتد ارمي وين رايح؟ قربنا من المليون يا شباب، يعني السحبة قربت صراحة. حروبهم صارت جميلة. الدثراكي أخروني هذه الحلقة ولا كان ودي أسحب على أبو جدهم. ما راح يمدينا يجيبهم هذا. لا كانت في مدينة لي هنا، كانت في قلعة. يا عيال الذين هنا الدفاعات كم؟ 400 لأن البارتيات كلها موجودة بس بيسحبون عليها بعد شوي. خلنا ارجع القلعة وارجع دافع عنها بعدين نعطيهم السلام. 38 ديفندر يا الكلب. احتمال يهجمون علي فخلنا نقرب لي كم من واحد. ما عندي انفلونس. سريع 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 قبل احد يجي سريع. الله يخرب بيتكم. راح ينتظر الدعم يا خليه. الانفلونس سالب. اوه كذا بيهجم. مالنا الا نجلد عينه. هو متفوق علينا بثلاثين واحد بس. هذه تشكيلة الدفاع. الارشرز ورا صفيتهم، والارشرز الخيالة بعدتهم كثير احاول انهم يموتون وبمسك قيادتهم. توكلنا على الله. وهذا الخيالة سيوف هناك. ابي اشوف كيف تكتيكهم بس. هذا لا اوه فيه من جهة اليمين. افتك من خيالة هذا لا. وات رمات الاسهم ايش وداهم هنا؟ الله يخرب بيتكم. طيب رمات الاسهم الحين هنا على اليمين. الارشرز رجعناهم شوي انجيج. السلام عليكم اخباركم يا شباب؟ خمسة وسبعين واحد. أفا طيحوك. يا أخي اضرب. يخرب بيت دروعهم. اوه شت 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 نحشة نحشة بس هازمينهم. اهم شي التكتيك والله العظيم ان التكتيك اهم شي. ولا المود هذا اللي من فوق كذا شي اسطوري جدا. شوف رمات الاسهم ما يموتون الخيالة تفرق معاك المعركة بشكل كبير جدا. ايوه اسلم. شفتوا كيف؟ انتصار جميل. 140 واحد 34 بس ماتوا مننا. ونرجع القلعة قصبا عنهم. تعالوا يا الذين تعالوا. اوف 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 كم واحد؟ 300 جندي من 20,000 كلان. كمل البسيج الحين. بس عندنا مصابين. لا يجونا مرة ثانية يا الذين. 192 و49 سنتروب. في 20 واحد اشوفه حواليني. الوضع ما يطمن حسيت. كفو كالبونو ارمي 400 جندي و192 مصاب. شت دخلوا معركة قوية. مسكوا اخوينا. شوف المبزرة كيف على والله كفو صام اللي ضدهم. اوه ال400 داخلين معاهم.
سنتروبي رجال مسح والدينهم، خذوا أبوهم سجناء كلهم. يا ويلكم يا ويلكم. طبعا يشكرني بس ما أعطوني أي من السجناء المهمين، ما عندي مساحة فكوني منهم. أنقذناه والله. 71 من هذا كورفورزو. كذا توسعنا توسعة حلوة. فصار الحين عندنا القلعة هذه خذناها أمس، اليوم خذنا هذه المدينة وهذه المدينة وهذه القلعة. هذه المدينة عجبتني صراحة لأن فيه ثلاث مصادر. بنتس حليوة آخر مدينة لهم، بس قرابة 1000 جندي فيها وما عندي الإمكانية أني أسحب 1000 جندي. نكتفي بانتصاراتنا لهذا اليوم يا شباب. أتمنى الحلقة نالت إعجابكم، لا تنسون تدعموني باللايك ونراكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.